ونتابع مشاهدينا من العاصمة السعودية الرياض وصول الوفود المشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة، وقد وصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية والتي تعقد في العاصمة السعودية الرياض. كان المتحدث باسم الرئاسة قد صرح أن قمة الرياض تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، كما تهدف أيضا إلى إيجاد سبل التحرك العربي والإسلامي الموحد إزائه. وتأتي مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه القمة العربية الإسلامية استمرارا لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وأيضا توفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلا عن الجهود المصرية المستمرة غير المنقطعة لدفع مسار إحياء عمليات السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وذلك وفقا لمقررات الشرعية الدولية. ثم تأتي الآن هذه القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية والتي تأتي في ظروف استثنائية استجابة لما تتعرض له قطاع غزة والفلسطينيون في قطاع غزة من قصف مستمر وعدوان غاشم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مدار 37 يوما لم تنقطع ولا يوم حتى هذه اللحظة تتعرض فيها الأراضي في قطاع غزة والمستشفيات والمدنيين والمساجد والكنائس لاستهداف مباشر من قبل سلطات الاحتلال. وقد تقرر جمع القمتين العربية التي كان من المقرر عقدها اليوم والقمة الإسلامية التي كان من المقرر عقدها غدا، تقرر عقدهما في قمة واحدة لتوحيد الجهود وتوحيد الكلمة العربية الإسلامية واصطفاف مساندة للقضية الفلسطينية وللفلسطينيين في قطاع غزة وصولا إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة لحماية المدنيين أيضا في المستشفيات وفي المساجد والكنائس والتي يتم استهدافها بشكل متعمد وممنهج من قبل قوات الاحتلال.